دكتوره ايزيس، حضرتك دكتوره عيون، ومن كام يوم كتبت على الفيسبوك بوست بتقولي فيه ان النقاب سبب مهم من اسباب التهابات العين. ايه صحه الكلام ده وليه كتبت كده اصلا؟ لاني بشوف حالات كتير جدا من السيدات المنتقبات بييجوا يشتكوا من التهابات شديده قوي في العين. في بعض منهم بيبقى مثلا هي مريضه بالربو او عندها مثلا حاجه اسمها زياده افراز الغده الترقيه، فبيبقى قلبها ونفسها مش متحمل ان حاجه تغطيه، فهو يعني هي عندها مشاكل اصلا باطنيه فبتزيد مع النقاب. في حاجه، الحاجه الثانيه بالنسبه لالتهابات العين برضو، النقاب مثلا بيبقى يعني ممكن ما بيتغسلش او ممكن بيتغسل بس المواد اللي بيتغسل بيها بتبقى العين حساسه ليها فممكن يسبب التهاب. تمام. برضو في بيسبب مشكله في الجيوب الانفيه. الجيوب الانفيه ممكن يحصل فيها التهاب مزمن، والجيوب الانفيه التهاب المزمن ليه برضو مضاعفات شديده خطيره يعني. ليه بقى حضرتك اصلا تكتبي راي على الفيسبوك تقولي فيه ان النقاب بيزود التهابات العين؟ هل ده من ناحيه طبيه بحته؟ مش بيزود، هو بيسبب، لان انا شفت حالات كتير بالشكل ده. وكمان في السيدات المنتقبات اللي هم يعني يشتكوا شكوتهم، يعني انا هم كانوا زي ما يكونوا عايزين يلاقوا يعني سبب او عذر يستغنوا بيه عن النقاب. يعني هم زي ما كانوا مستنيين ايه تاشيره طبيه هم يستغنوا عنه. بس ده كان سبب حقيقي مش ده كان سبب حقيقي، بس اقصد هي عايزه تاشيره طبيه، الدكتوره بتقول كذا او الدكتور بيقول كذا. تمام. وانا استاذنتها يعني بان انا ما اتدخلش في حريتها الشخصيه، فشرحت لها وقلت لها لكي حريه اختيار، بس انا شفت حالات فعلا بتسبب واحد اثنين ثلاثه بيسبب كل ده. يعني طبيا النقاب بيعمل مشاكل للعين. بالظبط. ومش للعين بس، يعني لو حد عنده مشكله في القلب، لو حد عنده ربو، لو حد عنده مشكله في الجيوب الانفيه، كل ده بيزود المشكله الطبيه اللي عنده. في نقطه كمان مهمه انا عايزه مثلا ايه الرجاله يجربوها، اللي هو ايه يجيب كيس او حته قماشه ويفضل حاططها على نفسه كده 10 دقائق او نص ساعه يتنفس فيها ويقول لي احساسه ايه. بالظبط بيحصل حاجه اسمها السي او تونر كوزس. السي او تونر كوزس ده زياده ثاني اكسيد الكربون في الدم نتيجه ان انا ما باخدش اكسجين من مناخيري او بقي، وبالتالي بيدوخ. وفي فعلا انا شفت واحده بتسال شيخ على النت عايزه فتوى انها تستغنى عن النقاب لانها بيغمى عليها بسببه، فقال لها خلاص ما تنزليش تشتغلي، المهم ما تقلقش النقاب. فالموضوع مش فتوى دينيه، الموضوع دي مشكله طبيه. فواجبي ان انا اقول مع احترام الحريات والشخصيه طبعا. تمام جدا، الف شكر حضرتك يا دكتور. شكرا جزيلا.